السلام عليكم، معاكم محمود من قناة رؤى لايف. هقتبس من أحد الممثلين المصريين حكاية كان قالها في أحد الأفلام. مرة قال إنه وهو صغير في طفولته كان نفسه يجيب عجلة، دراجة، بسكليت، فمعهمش هما على قد حالهم، معهمش يجيبوا عجلة، وكان نفسه فيها جدا لدرجة إن هو أما عدى على محل الدراجات لقى البياع بيبيع ممكن الكلاكس او الزمارة، الزمارة دي ممكن يبيعها لوحدها من حبه فيها، الفلوس اللي في جيبه راح مديها للراجل، قال له انا عايز اشتري الزمارة دي، واشترى الزمارة فعلا ودخل البيت مبسوط على والدته ومبسوط بالزمارة وعمال يكلكس. فبتقول له جبتها بكام يا حبيبي؟ قال لا مثلا ب 10 ساغ. قالت له ايه ب 10 ساغ؟ احنا هناكل ولا هنزمر؟ وراحت واخد لها قلم حرامية على وشه. فطبعا ايه، الواد انهار وبقت عقده في حياته. فاصبح لو حد ساله بقى ايه، هناكل ولا هنزمر؟ يقول لك ايه، لا هنزمر. ده مبدا عند ناس كتير للاسف، بقى حاجه ارتداديه. وبقول للاسف ليه؟ لان هي لو بشكل عقد وحاجه مقصره مجرحاه من جوه، اقول لك لا دي حاجه مش حاجه صح انك تاخد تصرف بناء على عقده نفسيه. لكن على النقيض، على الناحية التانية، لكن انت مثلا العجلة او الزمار او ايا كان حاجة بتمتعك بتبسطك، يبقى ليه لا؟ اتحرمت منها وانت صغير، يبقى اما تكبر تجيبها، ده منطقيا ومش عقدة ومش مشكلة. في ناس مثلا طول عمرها ما سافرتش، واول ما كبروا بقى عشان عقدتهم السفر بقى بيسافروا كل حتة واي حتة بدون حساب وبدون تخطيط، صرف فلوس على السفر على الفاضي وخلاص. فده مش صح. لكن الصح مثلا ان يبقى عندك عجلة، دي حاجة رياضية، دي حاجة كويسة، حتى سواء بعقدة او من غير عقدة. انا شخصيا ليا اصدقاء كتير، كمني كنت يعني من صغري ما كنتش عايش في مصر مثلا، وكنت كان في سفر، فزي في ناس كتير، بس في ناس كانت حالهم اسوأ مني، ان هو حاطط في نفسيته طول الوقت يقول لك انا حياتي شنطة سفر. يعني ايه حياتك شنطة السفر؟ هيقول لك حياتي جوه شنطة سفر. ايوه، يعني ايه حياتك جوه شنطه سفر؟ يرد عليا يقول لي ايه؟ يقول لي انا طول الوقت في سفر، ما عنديش استقرار، تحط حاجتك في الدولاب هنا بعد شهرين يقول لك يلا ايه لم عشان هنرجع مصر، نقعد في مصر شويه شهرين وبعد كده يقول لك يلا نلم عشان نرجع ايه دبي، نرجع الامارات، نرجع الكويت، نرجع اي حته او السعوديه. فكل مثلا ايه في راس السنه يروحوا مصر، في اجازه الصيف يروحوا مصر، فسفر، فحاسس عدم الاستقرار، مركز قوي في الموضوع ده. طب ما ده عدى عليا وعلى غيري، ليه ما عملش عندنا الخوف من السفر؟ ليه لما كبرنا ما قلناش انا حياتي كانت في شنطة سفر؟ علشان كده انا عندي العقدة ان انا بقى من السفر وعايز اقعد في المكان اللي انا فيه على طول، مش عايز سفر تاني، بتعب من السفر. ليه ما قلناش كده انا وغيري؟ يعني اعتقد نعزي هذه الظاهرة الى، يعني انا شايف كده من رؤيتي الشخصيه، ممكن ما يكونش كده بالظبط، بس اعزي هذه الظاهره الى حته الاهل. الاهل كان تصرفهم ازاي دايما في حته السفر؟ هل مصدرين الرعب للطفل او الابن، يلا هنسافر وبتاع، وان السفر ده حاجه تقيله عليه ومزعجه فعشان كده طلع كاره السفر؟ دي حاجه. الحاجه التانيه، هل الاهل وهم اصلا بيستقروا في البلد اللي هم مثلا سواء الكويت، الامارات، السعوديه، البلد المهجر او البلد اللي شغالين فيها وبيرجعوا كل صيف او كل شتاء لمصر او للبلد بتاعتهم الاصليه، انهم ما استقروش؟ يعني قاعدين ممكن ما عندهم، مش عاملين للطفل دولاب، ممكن شنطه كده مفتوحه، خد الهدوم اللي انت عايزها والهدوم اللي تتغسل تتحط في الشنطه دي برضه، فمفيش دولاب، مفيش استقرار. فهو حاسس دلوقتي مترقب طول الوقت، قاعد مستني هنسافر، بيعد الايام يقول لك يعني هنسافر، همشي هقفل الشنطه والم حاجتي. ف ده طبعا انا بدي حاجه كده ايه، مثال، ممكن ما يكونش كده بالظبط، ممكن يكون في دولاب وكل حاجه، بس الفكره ان هو ما فيش استقرار كامل. جابوا مثلا فرش مستعمل وقليل في البيت لان مش ناويين يقعدوا هنا مده طويله، ما نعرفش، يقول لك ممكن نتفنش في اي وقت، ممكن الكونتراكت بتاعنا يخلص، فنبقى جاهزين نمشي بسرعه، ما نجيبش ونستثمر في متاع وفرش وعفش وموبيليا على حاجات على فتره احنا قاعدينها سنه سنتين، وفي ناس تانية ان شاء الله هيقعد 6 شهور،
بيجيب احسن حاجه، ما بيجيبش عربيه رخيصه، ما بيجيبش عفش رخيص، ما بيبخلش على اطفاله او على ابنائه بالملابس. يقول لك في ناس تقول لك اجيب ملابس كتير ليه للاطفال، واحنا مصرنا نمشي، مش عايز شيل كتيره، مش عايز ادفع كتير في شنط في المطار. بتبقى دي رؤيته باستمرار، بلاش شيل كتير، خلينا على قدنا. دي رؤيه تحترم عادي، مفيش مشكله. وفي ناس تانية بتشيل شيل كتيره او بتشتري حاجات كتيره، ويجي مسافر يدفع قد كده ويفاجئ مش مستعد. ده مثال يحترم انه بيشتري كتير، لكن لا يحترم انه مش عامل حساب انه هيشيل شيء كتير وهو مسافر. فنسقط الموضوع ده على الناس حاليا. انت دلوقتي رايح بلد روسيا، اوكرانيا، بيلاروسيا، اي دوله، او المانيا، وهتتجوز من هناك. هل ناوي تستقر؟ فكر في الموضوع ده كويس. ناوي تقعد على طول ولا طول الوقت انا هرجع المغرب، انا هرجع الجزائر، انا هرجع العراق، انا مش مستقر للابد؟ ليه دايما في تخوف كده؟ بلاقي معظم الناس عندهم حته داخليه كده، اللي هو دايما ايه، انا لو حصل اي حاجه في المانيا او في النمسا او البلد اللي انا فيها انا هربان، لو ضايقوني في فرنسا، في فرنسا ما عرفتش اخد الجنسيه انا ارجع على بلادي، ماليش انا في البلد بتاعتكم دي، ولا عايز اقامتكم ولا عايز الخدمه ديالكم. فليه حته التخوف ده؟ بينما الناس اللي بحس انهم مستقرين فعلا، ناوي يستقر في البلد دي وبيستثمر في نفسه وفي البيت اللي هو، وبيشتري بيت وبيأثثه كويس، الناس دي قلة. وانا بحترم حتى يعني الطرفين، اللي هو بيقتصد واللي بيدفع كتير، كل واحد عارف دخله قد ايه وعارف ليه فيجن كده انا هرجع انت. بس في ناس ما عندهاش الفيجن، ما عندهاش رؤية، هو مش عارف هو قاعد كتير ولا قاعد قليل، هو نفسه مش مقرر، مش عارف هو عايز ايه. لان في فرق بين اللي انت عايزه وبين اللي هتكبر عليه، اللي هيحصل لك. ممكن نفسك تعيش في روسيا ولا في اوكرانيا 10 سنوات او طول العمر، لكن حصل لا قدر الله طلاق، اي مشكله، واحد زوجته توفت والاقامه بتاعته خلاص مش هتتجدد، وما عرفش يتجوز واحده تانية، وما فيش اي مسوغات للاقامه، مسوغات الاقامه في البلد او الاستقرار في البلد مش موجوده، فهو مطالب ان هو يبيع كل حاجه ويمشي. ودي ساعات بتبقى كارثه، انه بيبيع كل ممتلكاته في وقت قصير بمبلغ رخص بخس، رخص تراب. الخلاصه ان انا عايزك تبقى مقرر بنفسك انت عايز تعمل ايه وتتصرف على اساسه. هتستثمر في البلد ولا هتعيش على المتكتف، على المنكمش، على اساس ان انت قاعد فتره وماشي، بحيث ان انت ما يكونش مسقط عليك عقد طفوله جايه سابقه من عندك بتجبرك ان انت تبقى متخوف انك انت ما تستثمرش في البلد. وده يخليك عايش فقير، حتى لو قاعد فيها سنه واحده او سنتين هتعيش فقران وغلبان ومنكمش. انا مش عايزك كده، عايزك تبقى منفتح حتى لو هتقعد 6 شهور او هتقعد سنه. دي رؤيتي، تحترمها وتنفذها اوكي، مش هتحترمها وما تنفذهاش برضو اوكي. المطلوب ان انت تبقى عارف انت عايز ايه. اللي انت عايزه غالبا هو اللي بيتنفذ، ما تستناش ان حاجه تنفذ عليك. انك انت تاخد الجنسيه او الاقامه الدائمه دي حاجه بلس حلوه جدا، بس في ناس تبقى حتى معاها جنسيه والاقامه الدائمه ومش مقرر هيقعد في البلد دي مده طويله او للابد ولا لا. فعشان كده دايما بيجيب حاجات رخيصه مستعمله، ما يجيبش حاجه اصلا، حتى الملابس بيقتصد فيها، اشترى حاجات قليله. متع نفسك، ربنا انعم عليك بمال، متع نفسك في البلد. مش بقول ان تبقى ايدك سايبه وتصرف عمال على بطال وتشتري اي حاجه، لا. لاحظ ان مثلا المنتجات اللي موجوده في اوروبا مثلا او في روسيا او في اوكرانيا غير المنتجات اللي عندنا، وعينك هتطلع عليها. انا عارف في حاجات تبقى عينك هتطلع عليها نفسك تشتريها، طب ما تشتريها لما دام معاك تمنها ومش مقصر في بيتك ومعاك مدخراتك اللي تحميك وتحمي ظهرك. خلاص متع نفسك، ما تقولش لا ده انا مش قاعد في البلد دي كتير فبلاش اصرف وبتاع. مش هتلاقي حد على فكره بيشجعك انك انت تستثمر وتصرف كده غيري، يعني ما اعتقدش ان في حد هيقول لك الكلام ده. ف من باب ان انا مش عايز اخبي معلومه عن حد، مش عايز حاجه تكون ما حدش عايز يتكلم فيها قبل كده، وافضل انا كمان على نهجهم ما اتكلمش فيها انا كمان. ليه؟ لان خايف من ملامه الناس، تقول انت قلت لنا اصرفوا واستثمروا في البلد والبلد اهي وقعت اقتصاديا ولا دخلت في حرب. قضاء ربنا وقدره. ما مثلا عندنا دول عربيه كان ناس عايشه كويس جدا، وفي العراق في سوريا، وفجاه الدينار ولا الليره اللي كان معانا مليون ما بقتش تسوى مثلا 10,000 دولار.
ما بقتش تسوى 5000 دولار، هبطت العملة، ناس كتيرة خسرت. قضاء الله وقدره، واللي قدر يلحق نفسه قدر يلحق نفسه. انت البلد مش هتقع مرة واحدة، بيبقى فيه مؤشرات. انت استثمر ووسع على نفسك، خلي حياتك فيها سعة، وطبعا ده ليه تمن، زي ما انت بتدفع فلوس وبتلبس كويس وتشتري مثلا تليفون كويس، بتشتري عربية كويسة، بتشتري شقة كويسة، كل ده بيعود عليك بتمن برضو. قيمتك في المجتمع بتزيد، معارفك المحترمين بيزيدوا، رياضة وجسمك بدنيا، يعني بتكلم على الأجهزة الرياضية، ناس بتشتري أجهزة رياضية، برضو صحتك هتبقى كويسة، هيبقى عندك حافز على الحياة، إقبال على الحياة، هتقدر تبسط أطفالك، هتقدر تسعدهم، هتقدر إن أنت بدل ما يبقى عندك طفل يبقى عندك 2 و3 و4، بدل ما أنت عندك وظيفة صغيرة فوظيفتك هتكبر، هيبقى عندك انفتاح على المجتمع ومنقض عليه، مش خايف منهم أو قرفان منهم أو منعزل عنهم. دايما أنا بتكلم على نقطة الانعزال، سامحوني في النقطة دي لأني بشوفها كتير وبكرر عليها علشان مش كل الناس شافت كل فيديوهاتي، فلما تشوف الفيديو ده تلاقيني بكلمك برضو عن موضوع الانعزال. تبعد عن موضوع الانعزال، انقض على المجتمع، المجتمعات دي فرص البيزنس فيها ممكن مش اللي هي الواو الكبيرة قوي زي بلادنا العربية مثلا فيها فرص واعدة، لكن ما دام نجحت في الأول الاستمرارية ضمانتها أعلى من بعض الدول العربية. يعني عندنا ناس كتيرة تنجح في الأول في مصر مثلا، لكن مع الوقت يقابل مشاكل وتنافسية صعبة من الناس ويضطر يقفل ويخسر، ممكن يبقى عليه قضايا كمان، القوانين تتغير، الضريبة تتغير، العملة تتغير. لكن في دول أخرى سواء أوروبا أو الشرقية أو الغربية النظام الاستثماري شبه ثابت، التنافس القانون بيحميه وبيعمل فاصل بينك وبينه، الموضوع ما فيهوش الصعوبات اللي بنلاقيها في دولنا. فرصة الاستثمارية من الآخر الاستمرارية، سوري، الاستثمار المستديم أو العائد المستديم فرصته أعلى. طبعا مش بقول لك إن ممكن يبقى فيه ما يبقاش فيه خساير في الدول دي، لأ ممكن يبقى فيه خساير، لكن أنت بتفتح مشروع بتبدأ فيه مثلا برأس مال على سبيل المثال 20,000 دولار، دخلك الثابت السنوي بيفضل يا إما بيعلى بنسبة ثابتة 3% 4%، يا إما على الأقل ما بينزلش عن النسبة دي، او لو نزل ما بينزلش برضه عن 3 4%، في شيء استقرار. لكن الفريكوانسي العاليه اللي هو انت بتبدا ب 10,000 او 20,000 دولار، تلاقي نفسك بعد 5 سنين مش عارف ترجع المبلغ ده تاني. ده في دوله مثلا من دولنا العربيه ده مشهور الموديل ده، البيزنس موديل ده، ان هو ان انت تقعد 5 سنين شغال وراس المال ما بيرجعش، ده بيزنس موديل موجود، ان انت عمال تطور وتوسع في الشركه وتستثمر وترمي فيها فلوس زياده وهي زي البلاعه تبلع فلوس وما تطلعش. بينما في روسيا واوكرانيا، انا هتكلم عن الدولتين دول تحديدا، يعني في فرص بيزنس ممكن عشان تبداها صعبه، لكن بعد ما بتستقر تخش على مستوى الاستقرار بتبقى فرصه واعده جدا، وبتلاقي نفسك بعد 2 3 سنين راس المال اتدور ورجع لك تاني. انا شخصيا وغيري بدانا بعد اول سنه لقينا نفسنا مديونين بمبالغ مثلا مش قليله بس مش كبيره، مثلا حوالي 40 و50 و60 الف دولار، ده بعد سنه من الشغل. لكن بعد 2 سنين من التعافي والاجراءات والمساعدات، ان انت بتحاول ان البنك يديك تقسيط او مساعدات او بالكريدت، بتلاقي نفسك وقفت على رجلك والمديونيه راحت وراس مالك رجع بالكامل بعد 3 سنين شغل. اول سنه مديونيه 60,000 دولار، السنتين اللي بعدهم الدنيا اتعدلت بقى في البالانس بتاعك زيرو، سددت مديونيتك، السنه اللي بعدها بدات تقلب بمكسب. مش بقول ان كل المشاريع شغاله كده، انا بتكلم عن نفسي وعن مشاريع غيري، ان احنا بتبتدي في الاول ممكن تتصدم. في ناس في الصدمه الاولى يقول لك ايه ده كل دي ديون، يستلف ولا يتصرف من بلده يجيب فلوس يسد الديون ويقفل شغله ويسيب روسيا ويمشي. هل ده صح؟ في بعض الحالات صح، لكن في حالتي انا وفي رؤيتي انا لا، مش صح. انت بترمي مجهودك وشغلك علشان شويه مديونيه في الاول، بتقفل كل حاجه وبترمي كله في الارض عشان خاطر شويه خسائر واجهتها في الاول، لا. وخصوصا الخسائر دي لم تكن بسبب اجراءات حكوميه متذبذبه، لم تكن بسبب ضريبه عليت، لم تكن بسبب انفليشن او تغيير في العمله. كان في الحقيقه في انفليشن او في تضخم، بس مش ده كان هو الاساس في المديونيات اللي كانت عليا وعلى غيري. الاساس ان هو البيزنس يتوقف بينك وبين دوله مثلا معينه، يعني روسيا بتقطع علاقتها كتير مع اوروبا او مع تركيا مع دول معينه، فده بيأثر عليك.
يقفلوا حاجات معينة مع الصين، ده بيأثر عليك. لكن من ناحية تانية في استقرار في التجارة مع الصين. يعني أي نعم بعض المنتجات أحيانا بيبقى في مشاكل بين الصين وروسيا على إدخالها، لكن في المجمل التجارة ثابتة، والناس اللي عايشة في روسيا عارفة كويس المعاملات التجارية بين روسيا والصين عاملة إزاي، وبتجيب فلوس قد إيه، ومكاسبها عاملة إزاي، واستمراريتها عاملة إزاي، إن الناس بتقعد بالعشرين سنة مش قادر يسيب البيزنس ده لأن مكسبه حلو. بيمبورت حاجات من الصين على مدن روسية، مش لازم على العاصمة، على المدن القريبة، تشيتا، إيركوتسك، كراسنايارسك، المدن القريبة، أستراخان قريبة من كازاخستان، بيبقى المدن المحاذية دي بيعمل فيها بيزنس لبضاعة جاية من الصين. أنا خلاص كلامي النهاردة، يا رب نكون جمعنا كل النقط في حلقة واحدة، إن أنا برد على أسئلة ناس كتيرة كلها في حلقة واحدة. يا رب تكون الحلقة دي نافعة ليكم إن شاء الله. أشوفكم على خير في حفظ الله، السلام عليكم.